بيسقط عادي. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم بالفصل السادس من كتاب تطورنا للكاتب والدو فييرا. اليوم الفصل السادس بيحكي عن الطفولة. إن شاء الله اليوم حيكون درس ممتع مثل ما بنعودكم عادة. ثواني أشوف في صوت، شوف من وين طالع الصوت، بس إذا في حدا حاطط ميكروفون يا ريت. طيب أنا رح أعمل كتم. أوكي خلص مشي الحال. أوكي ومعنا معنا الأستاذ محمد ومعنا الأستاذ أمير من الأكاديمية، أكيد هن مرافقيننا بتجاربهم الجميلة الشخصية بموضوع مواضيع والدو فييرا الجميلة. أوكي الفصل السادس بيحكي عن عدة نقاط. ما هي الطفولة؟ ما هي السوما؟ ما هو مذهب اللذة؟ ما هو الأنثروبولوجيا؟ ما هو القبو الوعي؟ ما هو البرو أكسس؟ هي المواضيع الرئيسية. طبعا بدي أذكركم أنه نحن ما عم نعطي محاضرة، هي عبارة عن تفاعل معكم لحتى نشوف شو في عندكم أفكار، شو ممكن تناقشونا أو تضيفوا فكرة، وأكيد دائما مشاركتكم هي بتغني المحاضرة تبعنا. أوكي الطفولة، عفوا الفصل السادس، هي فترة نمو الإنسان التي تمتد من الولادة إلى البلوغ. على الأرض يتأثر تكوين جسد الوعي البشري في عملية إعادة الولادة بشكل كبير بالعادات السلبية للوالدين، مثل تناول المواد الكيميائية والمضادات الحيوية وعادة التدخين السيئة وتعاطي الكحول والمخدرات الخفيفة والقوية. طيب شو رأيكم بهذا الكلام، أنه تأثر الجسد الوعي البشري في عملية إعادة الولادة بشكل كبير بالعادات السلبية للوالدين؟ في حدا رافع إيده؟ طيب عم تقول من الأم أكثر شيء من فترة الحمل. أوكي بيقولوا أن الطفل اللي بيسمع، تمام. شو كمان؟ من فترة الحمل الطفل اللي بيسمع وبيشعر، صحيح، ويكتسب. أوكي صحيح كلامك صحيح. تفضل أستاذ محمد إذا بتحب. بس في إضافة بسيطة يعني موجودة في الكتاب نفسه، إنه هذا حسب وجهة نظر العلوم التقليدية. العلوم التقليدية بتعتقد إن كل شيء خاص بولادة الطفل، يعني زي جنس الطفل أو سماته الأساسية، كلها بيكتسبها فقط من المستوى المادي فقط. يعني ما بيعتقدوا إنه الجنين له أي دور حقيقة في اختيار الجنس أو اختيار سماته الشخصية أو أي شيء، يعني كله يكون بالكامل على ظروف البيئة. وهذا في علم الوعي مش صحيح. الطفل بقرر كثير من الأشياء اللي بتكون موجودة فيه قبل ما يكون طفلا. يعني هي ليست ولادة بمعنى بداية الحياة، هي مجرد دخول لمرحلة جديدة. يعني فأول ما يدخلها الشخص ما بيكون تماما يعني مركز، زي ما واحد أول مرة يصحى من النوم أو من غيبوبة طويلة ويحاول يبدأ يصحصح شوية، أكيد بيفقد أغلب ذكرياته وأغلب سماته، بيكون هي مرحلة يعني ما بتعكس هذا الوعي ولا إيش قدراته ولا شو اختار قبل الدخول للمرحلة الأرضية. فهو مزيج بين الاثنين، بين البيئة وبين الوعي نفسه. تمام أوكي معناتها بنكمل. من الأفضل أن تعيش في حالة من الحب الدائم، لأن السخط يجعل الكائن البشري يشيخ ويقتله قبل أوانه. طيب هي الجملة بالذات شو بالنسبة لكم، شو تعطيكم فكرة؟ من الأفضل أن تعيش في حالة من الحب لأن السخط يجعل الكائن البشري يشيخ ويقتله قبل أوانه.
ليش؟ ليش بيبقى يكون؟ اليوم ما بنسمع باقي المشاركات بالعاده، الاستاذ سيمو، الدكتوره بشرى، استاذ خلدون، استاذه بتول بالعاده بتشارك معنا. اوكي استاذ خلدون تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات. يعني منطقيا هو موضوع الحب اللي هو عنصر أساسي بمرحلة التطور للوعي، عكس ذلك هو حب الذات، الأنانية، الصفات اللي هي معاكسة للحب، فهي بالتالي أكيد بتأثر على الوعي وعلى الجسد بالتالي، وبتأخر من مرحلة التطور، فهو منطقيا الكلام يعني مقبول. تمام اوكي شكرا شكرا على مشاركتك. عفوا. اوكي عم تقول عم فعم يقول الاستاذ الياس السخط يضعف طاقة الانسان. اوكي عم يقول عم تقول الاستاذ سلمى الطفل اللي بيكبر بعائلة فيها حقد وانفصال بصير عنده شرخ بحالته النفسية، صعب كتير يتشافى. اوكي طيب أستاذ محمد، هل هو حالة الحب العادية ولا في حالة الحب الواعي برأيك؟ لا، الحب المقصود هنا مش الحب اللي بنشوفه في الأفلام أو المسلسلات، ومش حب مش الحب اللي هو مشروط التواجد الجسدي، ممكن نسميه اللي بركز على يعني ممكن نسميه على منظار محدد جدا للحب. في ناس بعتقد إنه الحب إنه الشخص يكون معي طوال الوقت ويتصرف بالطريقة اللي تجعلني مرتاح ومبسوط. في مفاهيم كثيرة عن الحب، بس مش هذا الحب المقصود. الحب في الأساس يعني هو مشاعر، يعني أحد 2 مشاعر أساسية في الوجود، اللي هو الحب والكره. يعني أي شيء ممكن أنت تقسمه للاثنين هدول في الأساس يعني. فالحب هذا معناه الحب بديك القدرة على الاتصال، على التقبل، على هو أقرب لطبيعتك الحقيقية. السخط بدل على، أو الغضب والسخط وغيرها من الأشياء من هذه المشاعر السلبية، بدل على محدودية في الوعي والنظرة للأشياء، فأكيد هذا حيحجب عن الشخص كثير من الفائدة. هو جاء هنا للتعلم والتطور، فإذا بده يكون ساخط حيأذي نفسه جسديا وعقليا ونفسيا حتى روحيا، لأنه فقدنا قدرتنا على اتخاذ القرارات والتفكير فيها. الساخط ما بيقدر يفكر كويس، ما بيقدر يتخذ القرارات، ما بيقدر يتقبل الأشياء ويشوفها على حقيقتها. أكيد يعني الأفضل إنك تعيش في حالة من الحب الدائم، ومش مقصود هنا إنك تعيش مغفل مثلا، لا، إنك تملك عاطفة تجاه نفسك وتجاه الآخرين، وتحب إنك تساعد الآخرين. يعني حالة الحب دائم هذه الحالة الأساسية اللي يفترض أن الأرواح النقية تكون فيها، مش يعني وليس حالة السخط أو الغضب أو الكره أو غيرها. أكيد الأفضل أنك تعيش في حالة من الحب الدائم. ما بعرف إذا حدا شايف أنه السخط مفيد ممكن يشاركنا، بس أعتقد أنه لا، السخط سيء جدا يعني. تمام. عم تقول أستاذة وعد إنه الحب هو طاقة عالية بتقوي هالة الإنسان والوعي. صحيح صحيح، كل المشاعر الإيجابية كلها بترفع الطاقة وبترفع الوعي، تساعدنا نقترب من طبيعتنا الحقيقية الأكبر. هو برضه خلينا نقول الحب وضده السخط أو ضده الكره أو التعلق بالأشياء. الحب دائما احنا نعتقد ان الحب تعلق بشيء، بينما لا، الحب هو ان تجد في الشيء ما يميزك، ما يجعلك تشعر بانك في اطار نفسه، في المستوى ذاته. متى ما صار الحب مثلا في مستوى غير مستواك العاطفي المادي، خلينا نقول الاجتماعي، هنا حتبدا الحاله السخط. السخط تربطك بالماده اكثر، فبالتالي هيصير عندك شيخوخة أسرع، هيصير عندك شعور أو التصاق بالمادة، وهذه المادة دائما ما يجري عليها الزمن. فأي شيء يجري عليه الزمن، أنت هنا خرجت عن شعور الحب أو عن مشاعر الحب. مشاعر الحب تحت صفات كثير، لكن السخط
يربطك بالمادة، وإيش كمان مع الزمن يربطك مع الزمن والمادة، فيجري عليك الزمن، فتشعر بأن الزمن أكل وشرب عليك زي ما يقول. فحاول أن الصخر تبتعد عنه، لأنه أكثر شيء بيخليك تقرب. ممكن تكون خلينا نقول تركيبة للجمال يعني، والحفاظ على الشباب. طيب أستاذ أمير، هذا السؤال هيك إذا أنت بتجاوبنا عليك من منطلق الشيء اللي أنت فاهمه، الحب من منطلق علم الوعي بالنسبة لإلك؟ الحب من منطلق الوعي دائما ما يكون بعيد عن الأشياء، بمعنى أنا لما أحب حاجة أنا لا أرى نفسي معاها دائما، أنا لا أرى نفسي معاها أنها لي ملكي، هي عدم التملك، هي عدم الشعور بأنه هذا الشيء ملازم لك، هو تقبله أكثر، هي الحيادية ثم التقبل ثم الود والمحبة. هذا هو الحب من منطلق الوعي، تمام. ليس التملك، ليس خلينا نقول الكامباني المشاركة أو شيء، لا هو شيء أعمق من كده بكثير. لأنه هو شوف، ما دام حبيت الشيء هو راح يظل معاك مهما ابتعد أو مهما كان غير موجود. أنا إذا حبيت وردة ولو كنت راكب سيارة وفضلت أطالع فيها، في الأخير راح أصاب بالعمى، لأن هي تبتعد حتى نظري ما يجيبها، فصار فيه هنا فراق، فصار هنا ألم. هذا مو هو الحب. الحب أن هي موجودة كصورة ذاتية داخلية عندي، هي أعطتني شعور البهجة، فالبهجة منطلقة معايا، هي أعطتني شعور الزهو، فهي الزهو منطلق معايا، ما راح ينتهي لما تبتعد عن النظر أو تبتعد عني كسومة كجسد. طيب، تؤثر الأجواء الطاقية والعاطفية والفكرية للوالدين بشكل كبير على الوعي أثناء عملية إعادة الولادة. هي بتوقع شرحها لنا الأستاذ أحمد قبل شوي. ما هي السومة؟ حكينا عنها قبل كتير، بس هيك مثل ما بيقولوا سريعا، السومة هي المصطلح التقني للجسد البشري الذكر والأنثى، إنه أكثر أجساد الوعي المادي أولية، حيث يعد امتدادا للأرض وفي الوقت نفسه الجسد البشري هو أعلى مستوى من التطور الحيواني المعروف. نحن حكينا عن السوما قبل أكثر من مرة، بتحب تضيف أي تعليق أستاذ محمد؟ لا أبدا، هذا يعني واضح. الجسد هو تكاثف، الجسد المادي تكاثف للطاقة، يعني هو جزء امتداد من الكون، امتداد من الأرض، مش إلنا يعني، هو سيذوب في يوم من الأيام. هو أحد أجسادنا الأربعة اللي بنستخدمها الوعي للتجسيد، وهذا لا يقلل من شأنه ولا يزيد من قيمته. أكيد نحتاج جسد مناسب، وصحة هذا الجسد وحيويته يعني تحدد مدى قدرة الواعي على التعبير عن نفسه في المستوى الأرضي. فأكيد هو مهم يعني من هاي الغاية، ولكن عندما يتحول الأمر لعبادة الجسد هذا أو قياس كل شيء بما يستطيع هذا الجسد التعبير عنه أو استقباله، هنا تبدأ المشكلة. وأعتقد أن هنتكلم عنها بعد وهذا طبعا هذه المشكلة موجودة عند الأطفال، يعني عند الأطفال أكثر شيء. الأطفال هم في الأساس كائنات مادية، عشان نكون في الصورة يعني، أهل عندما يولدون يعني بيكون جدا متعلقين بأجسادهم وبالطبيعة الهيدونيكية الخاصة فيهم، اللذة الجسدية. تجد الطفل دائما يسعى للذة الجسدية ويبتعد دائما عن الألم، ما بيفكر كثير في الفلسفة والأخلاق والأشياء يعني الكبيرة. هذا في مرحلة أخرى بتصير. اوكي، هلا هون موضوع جميل. هلا الاستاذ محمد استاذ امير بيفيدونا فيه من موضوع التنفس اثناء الخروج من الجسد. التنفس من ناحية اخرى اثناء استخدام الجسد العاطفي يعني الاسترال بودي، يتوقف الوعي المسقط عن التنفس مؤقتا. ان فقدان التنفس الصحي هذا هو إحساس جديد. نحن عم نحكي هلأ معلومة مهمة يا جماعة، ركزوا معي. إن فقدان التنفس الصحي هذا هو إحساس جديد لم تختبره الغالبية العظمى من البشر من قبل بشكل واضح. يعني إذا أنت قد أسقطت نفسك، إذا لم تكن قد أسقطت نفسك خارج جسدك بعد بدرجة كافية من الوضوح يعني بشكل واعي، فلا يمكنك بالتأكيد تقييم تجربة إدراك كامل لعدم الحاجة إلى التنفس.
فمن دائما أن يخضع الأشخاص لتجربة العيش بدون تنفس من أجل تسريع تطورهم. حكمل الفكرة بعدين بخلي الأستاذ محمد والأستاذ أمير. يربط الشخص العادي هذا الموضوع الفور برهابه أو يعني بالقضايا الباثولوجية، أنه مثل رعب الاختناق أو الخوف من الاختناق، يعني أنتم مجرد ما تفكروا ولو للحظة أنه أنا بدي أقعد بلا تنفس، فهو موضوع مخيف لأغلبية البشر. فأن هذا الاحتمال غير عقلاني، أنه عقلك ما راح يتقبل أنه أنا بقدر أكون عايش بدون تنفس، وهم غير قادرين على التفكير فيه بشكل منطقي. ف تفضل أستاذ محمد. والله هو الموضوع يعني فعلا في البداية حيكون غريب، يعني الناس بتعتقد انه خارج الجسد فيه تنفس، لكن التنفس بتطلب انه يكون فيه هواء او اكسجين، ما في اكسجين خارج الجسد، يعني ارواح ما بتتنفس. فممكن يكون لبعض الناس شيء غريب انه انا خارج جسد وما في ما في شهيق وزفير يعني. وبعض الناس بيصير خارج جسد يحرك، يعني يحس باختناق في البداية شوي حتى قبل الخروج، يعني قبل الخروج بتباطئ التنفس على فكرة، وهذا طبيعي، خلال النوم بتباطئ تنفسنا بشكل كبير. فبعض الناس لما يدخل في حالات التأمل العميقة أو قبيل الخروج من الجسد بيكون عنده صعوبة في تقبل هذا الموضوع، بشعر كأنه بيختنق، لكن احنا بنتنفس بسرعة عالية جدا خلال اليقظة، لدرجة انه احنا مش متعودين على نمط التنفس الهادئ او الطبيعي خلال النوم، وبصير اصعب علينا نتقبل وعند الخروج من الجسد. فهذا بياخذ وقت يعني الامر، لكن يعني بعد فترة الشخص بيعتاد على مسألة غياب الهواء هذا وغياب عملية التنفس، يصير يتحرك ويتفاعل مع البيئة بدون تنفس، لأنه كواعي ما بنحتاج أكسجين. نفس الشيء بالنسبة للأكل والشرب، يعني أيضا خارج الجسد ما بنحتاج أكل وشرب، لكن في بعض الأرواح خلص يعني بتصير خارج الجسد، بتصير تقلد عملية الأكل والشرب، يعني هي امتصاص للطاقة، ما بيكون في فعليا اكل حقيقي يعني او عمليه هضم حقيقيه. ايضا الجسد الاثيري مش جسد مادي، هو بيشترك مع الجسد المادي في الشكل فقط، يعني ما يجمع الجسم الاثيري والمادي هو الشكل فقط، الشكل الخارجي، وهذا اصلا انطباع عقلي كمان، يعني الشكل الخارجي ناتج من انطباعنا العقلي عن حدودنا. احنا معتادين ان جسدنا المادي هو اللي يشكل حدودنا، فهذه بتكون حدودنا خارج الجسد، لكن بالفعل يعني هي ممكن تبدو في البداية كأنه اختناق أو عملية صعبة، لكن مع الوقت الشخص بيعتاد على الأمر، بصير سهل عليه أنه يتحرك. عشان هيك أعتقد أنه لما أنت في أنواع من التأمل بيكتم التنفس لبعض الوقت، وأنه هذا بيساعد نوعا ما على أنه يدخل في حالات يعني روحانية أو ما شابه. أعتقد أن جزء من الموضوع أنه بذكرنا في الحالة الطبيعية للوعي الخاص فينا، ما في تنفس أصلاً أو أكسجين خارج الجسد، وهذه الحالة الطبيعية لنا. الأستاذ سيمو عم تسألك إنه هل نحن نفقد الإحساس بالتنفس أثناء الإسقاط؟ الجسد المادي يتوقف عن التنفس؟ هو أكيد لا، الجسد المادي لا يتوقف عن التنفس. أو عم تسألك هل التنفس يأخذ حيز كبير من التركيز؟ الجسد ما في تنفس، أنا ما بتكلم عن الجسد الفيزيائي بيستمر بالعمل بشكل طبيعي، يعني ما له علاقة بالجسد الأثيري، يعني بتصرف بشكل طبيعي تماما. يعني عشان تكون في الصورة، التنفس لا إرادي. بعض الناس بيعتقد إنه التنفس إرادي، يعني أنا ممكن مثلا أخنق نفسي، أكتم نفسي وأخنق نفسي لحد ما أموت، هذا مستحيل، ممكن تجربه. يعني عمليه التنفس من العمليات اللا اراديه في الجسم، يعني حتى لو وعيك فارق جسدك المادي، جسدك بشكل لا ارادي بيحتفظ بالتنفس، بدقات القلب، بتنظيم السكر، بكل عمليات تقريبا البيولوجيه اللي بتحفظ صحه جسدك،
بتعمل بدون استشارة منك، فما في داعي للقلق بالنسبة للجسد المادي. هو لا يحتاج وعيك ويستطيع أنه يعمل بشكل، عشان هيك خلال النوم لما يغيب وعينا ما بنصحى الصبح بنلاقي جزء من جسدنا يعني صار فيه إشي. لا، ما بيحتاج الوعي الجسد المادي عشان يشتغل، بالعكس الوعي ببطئ عمليات أو ممكن يأثر سلبيا حتى على يعني التوتر مثلا والقلق، أو لما تبدأ تركز على أنفاسك ممكن تشعر أنها بتبدأ تتسارع. فأنت تأثيرك في العادة يعني مش مطلوب ومش ضروري لعمل الجسد المادي، لأنه الجسد المادي ليس أنت أو ليس وعيك. بالنسبة لخارج الجسد، لا يوجد تنفس، ما لأنه لا توجد رئتين ولا يوجد هواء. الجسد الأثيري هو بالكامل يعني مكون من الطاقة الصافية بالكامل، فليس فيه هناك أكسجين أو عمليات التبادل هذا الهوائي اللي تحصل يعني خلال خلال بقاء الوعي في الجسد المادي. طيب أستاذ خلدون، ترافع إيدك، حابب تحكي شيء؟ لا، عفوا، ممكن نسيت بس أشير. لا ولا عفوا، يهمك. تمام، طيب أستاذ بس أمير، أنا حابب أضيف حاجة، تفضل. أضيف حاجة بسيطة كده. لما تيجي تركز على تنفسك، لما تيجي تسوي تمرين تنفس عميق أو شيء، لا تركز على التنفس نفسه أو على الشهيق والزفير. في مرحلة اللي بين الشهيق والزفير، هذه الفترة فترات السكون. ركز على فترات السكون، خلي هذه العبارة هي اللي تساعدك على الخروج من المساعدة على البقاء حيا، أن التنفس يبقيك على قيد الحياة، التنفس هي الأداة اللي تمنع عنك الأكسجين تموت. هذه الفكرة دائما هي اللي ما تلغيها راح تلاقي أنك أنت بديت تاخذ التنفس، أنه خلاص يرجع فعلا أنه هو لا إرادي فعليا، أنك أنت تخرج برة الكنترول، تصير مراقب لهذا التنفس أكثر منك محاول متحكم فيه. فدائما ركز في لحظات السكون بين الزفير بين الزفير والشهيق، دائما ما راح تساعدك انك انت تنسى انك التنفس حقك. لما تنسى جسدك يبدا يعيد الكنترول على التنفس بالدرجه اللي انت تحتاجها فعلا، فيصير الطف فالطف فالطف. هنا حتى التامل تدخل في حاله الفا وثيتا بسهوله جدا. لا تركز على التنفس بالعمليه نفسها، لكن ركز على المشاعر اللي ينتجها التنفس المريح، التنفس الصحيح. هذا الشعور بالسكينة في اللحظات اللي بين الزفير والشهيق، كل ما زادت كل ما حتشعر أنك أهدى، كل ما حتشعر أنك أنت في سكينة أكثر، في طمأنينة أكثر. من هنا تبدأ تدخل في حالة من حالات الترانس، أو حالات خلينا نقول الخروج أو التأمل العميق. تمام. طيب نحن سؤالي أستاذ محمد والأستاذ أمير، أحيانا بنشوف أشخاص بيكتبوا إنه مثلا أثناء حالة خروج من الجسد رحت على مكان معين فشعرت بالاختناق فطلعت من المكان أو رجعت للجسد، هل شعور الاختناق هو شو مفسره بهاي الحالة الناس اللي عم تكتب هيك؟ في البداية الاختناق مش مجرد يعني شيء جسدي، هو أيضا إحساس، يعني مثل الألم، مثل أي إحساس عقلي. يعني في ناس أيضا بيحلموا إنه بيغرقوا وبيحسوا بالاختناق خلال الغرق، اللي بقصده إنهم بيفكروا بالاختناق أو بيختبروا إحساس الاختناق. وهذا ممكن يكون شيء آخر، يعني ما له علاقة طبعا، ممكن يكون جسديا. في حالة اسمها سليب أبنيا بالمناسبة يعني موجودة. ممكن بعض الناس بتوقف التنفس عندهم يعني خلال النوم، هم فعليا جسدهم بتوقف عن التنفس، فبتراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم. لما يوصل طبعا ليفل معين الجسم بينتفض وبياخذ نفس بالقوة وبصير شهيق قوي. بس هذا مع أغلب الناس، يعني ما أعتقد عند أغلب الناس، لكن الإحساس نفسه نعم ممكن إنك أنت تشعر أحيانا بالاختناق، بس مش سببه انعدام الأكسجين عن جسمك الأثيري. يعني هو إحساس، يعني ممكن إحساس من عدم الراحة. بعض الناس لما تكون متضايقة نفسية بيقول لك أنا مخنوق، بس مش قصده إنه في نقص في الأكسجين اللي بيدخل في جسمه. يعني ممكن نسبة أكسجين 100% لكن مخنوق، يعني كإحساس وليس ك يعني نقص لأكسجين في الجسم. هو نص
اللي بنتناول الآن ما بتكلم عن تمارين التأمل، بس أنا خطر في بالي يعني شيء بحب الجميع يجربه، ممكن يعني يساعدكم، إنه تحاولوا تعثروا على نمط التنفس الخاص بكم. يعني هو نمط بطيء جدا، يعني أبطأ مما تتصورون. طبعا كيف تحسوا فيه أو كيف تعرفوا؟ عن طريق إن أنتوا يعني تاخذوا شهيق عادي، شهيق طويل، ويعني ما تاخذوا الشهيق التالي، ترى تعملوا زفير عادي وخذوا شهيق وزفير عادي، بعدين ما تاخذوا الشهيق التالي أبدا بشكل إرادي. يعني بعد ما الهواء يطلع من الجسم، عفوا يطلع من الجسم بشكل كامل، ما تحاول تاخذ الشهيق التالي، اترك الجسم وحده يتحرك. حتتفاجأ انه فعلا يعني بعد ما توصل لمرحلة معينة ويضل الجسم لحاله، لما يتراكم فيه ثاني اكسيد الكربون يزداد في الجسم عندك، تلقائيا حتجد انه الحجاب الحاجز عندك بتحرك لوحده. يعني طبعا لازم تكون في حالة استرخاء، يعني ما تكون تعمل شيء، ف هتجد انه لحاله هو اللي يعني هو لحاله بيتحرك، وبتجد انه الشهيق بيصير من الاسفل، من السره، ما بيصير من الاعلى. يعني بيصير السره اللي هي تنتفخ بعدين الصدر، على عكس اللي في العاده. يعني بيصير تشعر دائما انه في العاده بنتنفس من الصدر فقط، يعني السره ما بتتحرك خلال التنفس الواعي، لكن لو تركت جسمك يتنفس بنفسه هتجد دائما السره اللي تصعد وتهبط هي اللي خلال التنفس. زي الأطفال، الأطفال أيضا بتنفسوا من السرة، ما بتنفسهم من الرئة. الرئة نتعلمه بعدين لما نكبر. عم تقول أستاذة سلمى يا ريت في طريقة نتعلم اللي أنت حكيتها. هو هذا الدرس اليوم مش عن أنماط التنفس يعني، بس أنا اللي بحاول أوصلكم إياه إنه يعني امضوا بعض الوقت في تأمل التنفس الطبيعي الخاص فيكم. فيبقى الناس أول ما يحاولوا يتأملوا بيعمل نمط تنفس معين، أرقام معينة، أشياء معينة، ما بيحاول يدرسوا تنفسهم. فنجلس نتأمل فقط تنفسنا الطبيعي بيساعدنا على الاتصال بجوهرنا، مثل ما قال الدكتور أو مثل ما قال أمير، إنه تتأمل الفراغ هذا البسيط اللي بين الشهيق والزفير، الحالة هذه اللي انت لا تتنفس فيها ولا لا بتطلع هواء، يعني شهيق ولا زفير. فنجلس احيانا نتأمل تنفسنا، فعلا بدخلنا في حالات مغايرة للوعي احيانا لفترة كافية. طبعا بصير عندنا هذا لانه بصير عندنا اتصال بجوهر اعمق لنا ما بيكون يعني مهتمين فيه كتير. التنفس ومجرد التركيز على التنفس بيساعد على الاسترخاء، بيساعد على التركيز، وبيساعد هو بس عشان كمان اضيف حاجه، اول ما حتبدا تركز على هذه المناطق يسمونها مناطق السكون بين الشهيق والزفير، حتبدا تنتبه انه في حاجه مزعجه اخرى اللي هي نبضات قلبك. لا تحاول تركز على نبضات القلب، برضو نبضات القلب حتبدا تهدأ، حتلاقي نبضات في الاول حتكون جدا قويه، حتبدا تلاحظ قديش جسدك يتحرك مع كل نبضه. لكن مع عدم التركيز على التركيز على حاله السكون، دائما اقول حالة السكون والطمأنينة، مش على البدي، مش على السوما، مش على هذه المادة. كل ما تجاهلتها، كل ما حاولت تجد اللحظة السكون اللي بين النبضة والنبضة، أو الحاجة بين الشهيق والزفير، بعدين بين النبضة القلب والنبضة الثانية اللي بعدها، هتلاقي في لحظة سكون أخرى، هتبدأ تتوسع تتوسع. كل ما توسعت، هو زمنيا هي نفس الفترة، إلا القلب بعض الأحيان بيصير يهدى يهدى إلين ما يوصل لدرجات قليلة جدا من النبض، خلاص تبدأ أنت تنزل من هذا الشيء مع السكون، فتبدأ تلاقي هذه لحظات السكون تتسع جدا. فلما تخرج أو يكون في حالة حلم واضح أو تشعر بالاختناق داخل هذه الأحلام، هذا لأنه أنت يا إما في مكان مستنزف فيه طاقيا، فالطاقة هنا لما ما تساعدك طاقتك الجسدية، أو ما تكون أوريدي أنت مستعد لهذه الحالة، بتصير عندك يسموه انجذاب للمركز، لأنه يعني ترجع لجسدك عشان تقدر تاخذ طاقة الجسد، الانرجي سوما، انرجي سوما حقك مش مستعد، فحيكون ضعيف،
ما راح يمدك بالطاقة للسايكوسوما فترجع. قد يفسر السايكوسوما تفسر هذه الحالة بأنه هو اختناق، وهي إيش؟ أنه جسدك الأثيري أصلاً ما هو مشحون أو ما هو فعلاً أخذ الطاقة اللازم، أو المكان اللي أنت فيه أو الأحلام اللي أنت داخل فيها الثابتة بتستهلك طاقة كبيرة، أو أنت زرت مكان فعلياً تستهلك طاقة كبيرة منك فتشعرك بهذه الحالة. تمام، الله يعطيك العافية. الأستاذ سلمى طمعانة إنه بدروس قادمة تعمل تمارين تنفس إذا أنت بتحب هيك عم تطلب يعني. ما مشكلة، بس هذا تمرين ممكن أنتم تبدأوا فيه تعملوه، أنه يعني بس تجلسوا قبل النوم لمدة ساعة، ممكن 10 دقائق، إذا عندكم وقت كافي خلوها مثلا نص ساعة قبل النوم، تكونوا مسترخين تماما، وبس تبدأوا تركزوا على أنفاسكم، يعني فقط تكون واعي بتنفسك. مثل ما أنا ذكرت في البداية حتشعروا دائما أنتم بتختنقوا، لأنه مش معتادين أبدا على نمط التنفس هذا السريع، إحنا مش واعيين أبدا لمدى سرعة تنفسنا. فقط لما نمارس هذا النوع من التركيز على أنفاسنا على الأقل بنشعر إن في مشكلة. أغلب الناس، أنا لما بدأت هذه التمارين من زمان، أول ما شعرت فيه إنه ليش تنفسي هيك سريع، تنفسي دائما سريع، ليش ليش بحس هيك الموضوع، يعني في بتطور نوع من العلاقة مع تنفسك، على الأقل بتصير واعي فيه الأول، بعدين تحاول أنت تعدل هذا نمط التنفس إلى أنماط أخرى أكثر استرخاء، اللي بتساعدك على مثلا على الخروج من الجسد أو تمارين الطاقة. لكن الشيء الأول أنه تبدأ تستشعر تنفسك. المفتاح للجسد بصراحة هو التنفس. إذا عندك سيطرة على تنفسك بتقدر تسيطر على الكثير من الجوانب الجسدية عندك، يعني حتى التوتر والقلق ممكن تبدأ تتحكم فيه من خلال تغيير نمط التنفس. لما تكون زعلان مكتئب، أنفاس عميقة وهادئة أو مريحة ممكن تساعدك يعني حتى نفسيا تصير أفضل وأكثر تركيزا. وفي نمط تنفس طبعا للخروج من الجسد كمان. ممكن ناخذ احنا الاشياء هاي لاحقا، بس الفكره انه في البدايه خصص وقت ولو بسيط، مش لازم نص ساعه، نص ساعه كثير، 10 دقائق، 5 دقائق فقط قبل النوم، فقط للتركيز على الانفاس. يعني حتجدوا انه في البدايه ممكن بعض الناس ما يحبوا الشيء هذا او يحسوا بالملل منه، لكن مهاره جدا مهمه انك تبدا الاتصال بنمط تنفسك الخاص. دكتورة بشرى عم تقول هي طبقت هذا التنفس اللي عم تحكي عنه، هو بيعطي شعور بالسلام. اوكي تمام. طيب ننتقل لنقطة ثانية. ما هو مذهب اللذة؟ مذهب اللذة هو المذهب الذي يعتبر المتعة المباشرة والفردية هي الخيار الوحيد الممكن، وهي بداية ونهاية الحياة الأخلاقية. أنا بتوقع قصدهم هون مثل الشيء اللي بيحكي فيه أوشو، اللي هو انه انت لازم تعيش الماكسيموم من كل انواع اللذة لحتى توصل للوعي والحياة الروحانية. وطبعا انا بالنسبة لي هذا الكلام يعني بعتبره غلط. شو رأيك استاذ محمد، استاذ امير؟ احنا حاليا في اعتقد في مرحلة الطفولة، وهذا اللي بنلاحظه على الاطفال، اطفال انانيين، يعني بتجد الطفل اهم شيء عنده يحصل مثلا اذا انت في السوبر ماركت او شيء بده هو مثلا حبة دونت، وانت ما بدك تجيب له اياه عشان اسنانه ما تتخلع او يصير فيها شيء، هيبكي ويكسر، وحتى لو انت مستعجل ما بهمه. الطفل بسعى فقط الى المتعة، بده بس يحصل على اكبر قدر ممكن من المتعه ويتجنب اكبر قدر ممكن. عشان هيك هذه هيدونيك، هذه اصلا كلمه اغريقيه، الهيدونيك، وجاي منها كثير مصطلحات في علم النفس. لكن الهيدونيزم او الهيدونيك معناتها التركيز على المتعه في كل قرارات الانسان، في كل معاييره الاخلاقيه. طبعا في مرحله الطفوله هذا طبيعي كطفل، هذا طبيعي لأن الطفل لازم يكون اناني عشان يبقى على قيد الحياه، لازم يركز على الأشياء هذه، عشان يعني لو طفل عنده مثلا الإيثار ممكن الأهل ما يفهموا الموضوع هذا،
وبدل ما هو ياكل الطعام يعطيه لاخوه مثلا، حيصير عنده نقص تغذيه. الطفل لازم يكون اناني، ولازم يحصل على يعني، ويكون المبدا الاساسي له هو مبدا المتعه هذا، لتحقيق افضل رفاهيه جسديه في هذه المرحله الحساسه من نمو الجسد. المشكله انه تستمر هذه الحاله لبعدين، زي الاشخاص النرجسيين والناس اللي بنمر فيهم في حياتنا، هذول تفكيرهم طفولي مثلا، اللي بركز بس على حالي وعلى نفسي وعلى ما بهمني الدنيا كلها، وهذا تفكير هم ما بيعرف، طبعا ما بيعرف ان هم اطفال يعني من الناحيه النفسيه، انه ما كبروا لسه. ففي البدايه هذا، فانا ما بدي اعلق على اوشو، ما اعتقد انه اوشو قال انه لازم اركز على المتعه، يعني انا حسب قراءاتي له ما اعتقد انه هو وضع المعيار الاخلاقي في المتعه، هو كان يركز على موضوع، هو موضوع كبير يعني موضوع اوشو، لكن هو كان يركز على ازمه اللي هي الكبت الجنسي اللي موجوده في الحضارات المعاصره، انه في كميه كبت كبيره، مش فقط الكبت الجنسي، كبت الغضب، عشان هيك اعتقد في عندهم نوع من التامل الديناميكي اللي بيقعدوا يصرخوا زي المجانين، الهدف انه يفرغوا كل الطاقات هذه المحبوسه داخلهم. في احيان بتكون طاقات جنسيه مكبوته بسبب اللي هي القيود اللي بتفرضها العادات المجتمعيه والقيود والاشياء اللي ده، فهو كان يحارب هذه القيود اللي بتكبت الطاقات وبتحبسها داخل الجسد. ما اعتقد انه كان قصده انه نعيش مثل الحيوانات او ننطلق فقط لناكل ونشرب وننام وما نعملش اي شيء يعني في الحياه. كان هو طبق هذا الامر، وكان اصبح شخص سمين جدا مثلا، او تزوج عدد كبير من النساء او ما شابه يعني، بس يعني لو شفت نمط حياته ما بيجسد المتعه الجسديه فقط يعني، يعني حتى ممتلكاته الماديه كان يستخدمها اعتقد لجذب الانتباه للاشخاص الماديين اكثر من كونها يعني عقيده عنده اللي يشجع الناس على القيام فيها. فهو أوشو شخصية معقدة يعني، ما أعتقد بنقدر إحنا يعني نتكلم عنه كثير الحين أو نحلل شخصيته أو تعاليمه، بس ما أعتقد إنه هو كانت فعلا، ديناميكية. هو فعلا اللذة دائما هي أصلا ميكانيزم للبقاء، أعطيت للطفل هذا عشان يوجهه كيف يبقي جسده أو يعطي له كمية من النمو، خلينا نقول، لأنه دائما الفرق بين اللذة خلينا نقول والشر دائما ما تكون متقاربة. كل شخص ما صار يبحث عن لذته بشكل قوي جدا، كل ما صار تظهر عليه أمور خلينا نقول المظهر الشرير أو مظهر الظالم أو مظهر الأناني، بينما هي أصلا فقط هي ميكانيزم للبقاء. إذا فهمنا أن هذه اللذة هي ميكانيزم للبقاء، نفهم أعماق أخرى لهذه اللذة. هنبدأ نفسر مثلا الجوع، هنلاقي يسموها الأوبيزيت، العكس، اللذة المعاكسة اللي هي الصيام. في لذة قوية جدا، الجوع مثلا للجسد هي رغبة في استهلاك طاقة لاحتياجنا للطاقة الجسد للطاقة المادية مثلا، لكنها في الأصل هي رغبة في الوجود. فإذا أنت فهمت هذه اللحظة يصير عندك شعور بالوجود أكثر في حالة الجوع وليس في حالة الشبع، فهنا تكون في عمق أكبر، فيصير اللذة معاكسة تماما، اللذة في الصيام أكثر، اللذة في عدم فعل الملذات المادية أعظم بكثير من المعاكسة، وهذا تصل بنا الاتزان. أوكي تمام، شكرا جزيلا. طيب معناتها نكمل. الأنثروبولوجيا هي علم يتكون من عدة تخصصات هدفها المشترك هو وصف البشر وتحليلهم على أساس الخصائص البيولوجية والثقافية للمجموعات التي ينتمون إليها. يتم التركيز على الاختلافات والفروقات بين هذه المجموعات في العصور المختلفة. أتوقع هي أشرت عليها أنت أستاذ محمد أكثر من مرة بمحاضرات سابقة، أنثروبولوجيا. صحيح صحيح، هي متعلقة بكثير أشياء، من لا تدرس فقط يعني الوصف البشري أو الثقافة، بتدرس حتى أعتقد التركيب الجيني للبشر يعني كمان يعني، وأشياء كثيرة مرتبطة يعني بمعيشتهم وتطور هذه المعيشة يعني. دراسة الإنسان، أنثروبولوجيا هي دراسة الإنسان نفسه،
وكيف بتفاعل يعني ثقافيا وبيولوجيا، كيف أشكال إيش الفروق الجسدية بين إنسان الكهف والإنسان المعاصر، إيش الفرق في الفن والثقافة والمعتقدات اللي كانت قبل آلاف السنين واللي موجودة اليوم، وهذه الدراسات يعني المقارنة أكثر شيء يعني موجودة في الأنثروبولوجيا. علم جميل يعني بمس أحيانا الجوانب الروحية. طيب، ما هو القبو الوعي؟ القبو الوعي هو مرحلة التجلي الطفولي التي تستمر حتى نهاية سن البلوغ البشري. خلال هذه المرحلة يظهر الوعي المولود من جديد انتشارا قويا للغرائز الحيوانية الأساسية والشهوات البدائية والتأثير القوي لتراثهم الجيني. طبعا يمر الجميع حتما بالمراحل الداخل المادية الأولية للقبو الوعي. فبتوقع قبل شوي كنا عم نحكي عن الموضوع، إذا بتحب تضيف شيء. لا، هو مرحلة فقط الحيوان البشري، يعني أول ما يدخل الإنسان إلى الحضارة البشرية ويولد في مجتمع بشري بيكون في هذه المرحلة، هو حرفيا مثله مثل الحيوانات الأخرى، لا يساق إلا وراء الغرائز، ما لا يساق وراء المثل العليا أو شيء. الأطفال لا يستوعبون الأشياء هذه أبدا، يعني ما يعني يعني المشكلة ليس في هذه المرحلة، هي ضرورة للبقاء مثلا ضرورة لكل الحيوانات، المشكلة أنه تبقى مع الإنسان لاحقا، يعني يستمر في الحياة كحيوان بشري، بمعنى أنه يساق فقط بالغرائز والأنانية والشهوات وما شابه يعني. تمام. طيب، ما هو البرو اكسس؟ البرو اكسس هو البرنامج الوجودي الخاص لكل وعي بشري في حياته الجديدة في هذا البعد المادي. كمان هذا بتوقع كمان حكى عنه الأستاذ محمد بمحاضرات سابقة. إذا بدك ترجع تعلق عليه أستاذ. والله الملف النصي يعني بعيد شرح الموضوع هذا، هو البروكسيز اسمه، البروكسيس هي البرنامج الوجودي اللي طبعا البرنامج الوجودي مش كلمة سر يعني، يعني هو طبعا الناس ما بسموه بروكسيس، بسموه معنى الحياة، من ليش أنت موجود يعني. هو لا يكون، هو مش شيء واحد يعني، بس هذه الملاحظة الوحيدة، أن بعض الناس بيعتقدون أن البروكسيس هو هدف واحد في الحياة، أن أصبح مليونيرا مثلا، ممكن كده بعض الناس يفكروا. لا، البروكسس بيكون سلسلة طويلة من الأهداف والأشياء والمرتبطة في كل مرحلة في حياتك، يعني في مرحلة، في بروكسس بتكون في مرحلة المراهقة، في بتكون في مرحلة الشباب، في حتى في الشيخوخة في بروكسس يجب تكون أنت تحققها. طبعا أنت كيف تعرفها؟ مش هو مش ذاكر هنا النص يعني، بس لازم يكون عندك معرفة ذاتية كبيرة. أنا بستغرب من الناس اللي هم لما تسأله ما معنى حياتك وبكون شاب صغير وبديك إجابة على طول على السريع. عشان تقدر تعرف معنى حياتك يجب أن يكون عندك معرفة ممتازة بنفسك، مش ما تعتقد نفسك فيه، لا، معرفة ذاتية حقيقية، سيلف نوليدج يعني، بخاصة اللي هي بنسميها السمات القوية والسمات الضعيفة، لأنه كيف تعمل هذا معنى الحياة والأهداف في البرنامج الوجودي؟ تستغل نقاط قوتك للتغلب على نقاط ضعفك. فإذا أنت ما بتعرف شو نقاط قوتك ولا نقاط ضعفك، وما بتعرف أي شيء عن نفسك، وكل معلوماتك عن نفسك هي وصفك الذاتي، وما بتخوض أي تجارب يعني روحية عميقة تختبر فيها نفسك في سيناريوهات مختلفة، كيف حتعرف نفسك يعني؟ هو يمكن بس انا افيدهم بحاجه، دائما نقطه ضعفك اذا كانت واضحه هتلاقي خلفها دائما معنى حياتك. اكتشف نقطه ضعفك، خليها واضحه، اذا اكتشفتها مضبوط هتعرف معنى الحياه او هدفك الحالي من هذه اللحظه، لانه دائما ما يختفي وراء نقطه الضعف تختفي وراءها الهدف الحياه الموجود حاليا في حياتك، لازم تواجهه. كلمة عميقة والله.
وتحليل الطفولة جزء مهم من هذا الموضوع بالمناسبة، بما أنه نتكلم عن الطفولة. أحد الأشياء اللي بتساعدك تعرف لبرنامجك الوجودي هي دراسة وتحليلك طفولتك. هل كانت مثلا طفولتك متزنة؟ هل كانت فيها مشاكل؟ إيش أكثر شيء بضايقك من الطفولة ولازال موجود اليوم مثلا؟ هل في عندك فوبيا من الطفولة ولازالت موجود؟ التغلب على هذه الأشياء، نقاط ضعفك هذه اللي كانت منذ الطفولة وإذا زالت لازالت موجودة لديك الآن، هي أحد أهداف البرنامج الوجودي الخاص فيك. البرنامج الوجودي في الأساس بتركز على تحسين وتطوير وعيك، سواء بخدمة نفسك أو خدمة الآخرين. فهذا الهدف الرئيسي، بس إنك تعثر عليه بتطلب إنه أنت تدرس طفولتك، تدرس الجوانب اللي كانت مأثرة عليك في مرحلة الطفولة، وإيش العناصر اللي بسموه القبو الوعي هذا مستمرة. مستحيل إن إحنا تجردنا من الطفولة بشكل كامل. يعني في بعض الناس بيقولوا إنه طفولتي كانت أجمل مرحلة في حياتي. طبعا أنا أعتقد إنه الكاتب انتقد الكلام هذا، لأن هذا بيعتبر أسوأ درجات التطور عند الإنسان اللي هو مرحلة الطفولة، لأنه كنا بيسكلي كنت حيوان بشري. كيف تكون أفضل مرحلة من ناحية التطورية؟ هذا أسوأ شيء. يعني كيف يكون هذه أحلى مرحلة في حياتك؟ بالعكس، لازم تكون آخر لحظة في حياتك هي أجمل لحظة في حياتك، لأن هي بتكون نهاية، يفترض أن هي نهاية مسيرتك التطورية في هذه الدورة من الحياة. لما الطفولة أنت ما كنت تعمل شيء، كنت بس لما تجوع تعيط، تعمل مشاكل اللي حواليك. فمن ناحية التطورية الأطفال مش متطورين. الغزل بمرحلة الطفولة هذه والأحلام الجميلة فيها هذه، مش من وجهة نظر علم الوعي ما إلها منطق حقيقي. يعني تمام. أوكي، هون حاطين ملاحظة: يتعلم الحيوان دون البشري بعيدا عن برمجته الجينية المسبقة أن يكون لديه بعض الانضباط من خلال الاتصال بالبشر. أوكي، أتوقع مفهوم هذا الكلام. طيب أستاذة وعد عم تقول: كيف أعرف ما هي نقاط ضعفي؟ اي حاجه بتخاف منها هذه نقطه من ضعفك، زي ما هنا مكتوب مثلا ان هي مثلا تخاف من المرتفعات مثلا. اذا انت تخاف من شيء انك تكون مكشوف، ليش انت تخاف تكون مكشوف؟ اذا هناك في سبب في طفولتك جعلك انك انت دائما تختفي، دائما تتخبى وراء ظهر ابوك او وراء ظهر امك او وراء ظهر اخوك. هذا الشيء لازم تواجهه، انت لازم تواجه المجتمع. انت ما تخاف من المرتفعات، انت تخاف تكون مكشوف بالمجتمع، تخاف انك تظهر للمجتمع. هذا أول شيء لازم تواجهه، لأنه بعدها يظهر المعنى. ممكن أنه أفضل ما فيك ممكن يكون صوتك، وأغلبنا هنا يستحي يطلع يتكلم عشان صوته ما يبان، يخاف ينكشف. هو ما في شيء، هذا بس مجرد جدار خوف يمنعك من تحقيق ذاتك، يمنعك من تحقيق معنى حياتك. تمام. أوكي. بالمناسبة فرع، سرعة المقاطعة، بالنسبة لقياس السمات القوية والضعيفة، في أصلا فرع كامل في علم الوعي اسمه علم قياس الوعي، هيك اسمه. هو مسؤول عن تقنيات معينة ممكن الشخص يتبعها عشان يقيس مستوى التطور في الوعي. يعني الدكتور وولدو فييرا عمل سلسلة طويلة جدا من قسم الوعي لسلسلة طويلة جدا، وضع سمات لكل، يعني صفات وسمات لكل مرحلة من مراحل الوعي هذه، من الإنسان اللي هو ممكن نسميه في أسوأ درجات الوعي إلى البشر السيرانيمسس بيسموه، اللي هو البشر، مش البشر، الأرواح الجدا عالية جدا في الوعي، اللي مش موجودة تقريبا على كوكب الأرض. ففي سمات بتكون أو خصائص لكل مرحلة، وفي تقنيات بتكون، يعني طبعا هي كلها بتعتمد على البحث الذاتي، سيلف ريسيرش، اللي هو جزء مهم جدا من علم الوعي، هو البحث الذاتي. يعني علم الوعي قائم على انك تعمل ابحاث على نفسك. مش البحث في علم الوعي مش الجلوس وقراءة المراجع، لا، هي اجراء التجارب على نفسك. التأمل الذاتي بيكشف كثير اشياء. يعني انت في تقنيات كثيرة للأمانة، إذا في وقت بصير أحط لكم بعض المقاطع عنها. لكن يعني أحد التقنيات اللي عجبتني إن أنت تعمل ورقة
تكتب فيها اللي هي الصفات اللي انت بتعتقد ان هي قويه او ضعيفه فيك في البدايه، بعدين تاخذ الورقه هذه وتمررها على الاخرين، تطلب منهم ان هم يعني يكتبوا نفس الشيء، يكتبوا صفاتك القويه والضعيفه حسب رايهم الشخصي. اكيد وجهه نظرهم ما حتكون دقيقه تماما لانها بتعتمد على معرفتهم فيك وعلى الاشياء اللي انت بتسمح ان هي تظهر امامهم، لكن بديك نوعا ما يعني منظور اكثر موضوعيه. بعد ما تحدد تشوف المقارنة بين تقييمك الذاتي والآخرين، بتشوف الأشياء المشتركة وبتتركها في القوائم، وبعدين تدريجياً بتعمل على تحسين النقاط الضعف اللي موجودة عندك. يعني نفترض أن الناس، كثير من الناس زعموا أنك أنت بخيل مثلاً، نفترض جدلاً، أو أنت عصبي، أو أنت أياً كان، يعني أحد الصفات اللي هي في السمات الضعيفة فيه لسة طويلة لها يعني. فممكن انا ابعت لكم اياها ان شاء الله في الشات، وتصير تقارن نفسك، هل انا عندي صفه الغضب، هل عندي صفه مثلا الانانيه، هذه كلها صفات ضعيفه. وولد فييرا كتب اعتقد قائمه طويله من هذه الصفات، كلها اخلاقيا بتكون مذمومه واجتماعيا مرفوضه، يعني مش اشياء يعني غريبه، لما تسمعها بتعرف انها سمات ضعيفه. فانت بتصير بعد اسبوع تشتغل على هذه النقاط الضعيفه، وتجرب الأسبوع القادم أو بعد أسبوع تاني تطلب من الناس يقيموك مرة أخرى، وأنت تقيم نفسك مرة أخرى، وهكذا لحد ما يصير عندك القائمة فيها أقل قدر ممكن من اللي هي السمات الضعيفة، وأكبر قدر ممكن من السمات الإيجابية أو السمات القوية. أوكي؟ تمام، جميل. عم تقول دكتورة، بتقول بحس حالي على الآن بمشاعر من الطفولة مثل حب الأصدقاء والوفاء، حتى حب تعلم الأشياء. كثير من بيعرفوا من كثير من الأشخاص اللي بعرفهم فقدوا هذا الشيء، وبحسهم أقل وعي. هو ممكن بس أنا أضيف حاجة، دائما الأشخاص اللي يكونوا يبحث عن لذتهم، خاصة لما يكبروا بعد الطفولة ويفضلوا في مذهب اللذة، بيظهروا لنا نحن أصحاب الوعي أنهم أقوى، لأن هم بيفاجئونا بمثلا بيسموه التصرفات الوقحة، خلينا نقول، فنحسهم أقوى مننا. هم مش أقوى، هم غير واعيين، لكن إحنا مفروض أن نحن ما نعتقد برأينا فيهم، بمعنى إذا إحنا سوينا زيهم إحنا نخاف من الناس اللي زينا يحكموا علينا زي ما إحنا حكمنا على هذا الشخص الواقع. هنا يبدأ الخوف، هنا يبدأ الخجل، هنا يبدأ محاسبة النفس على آراء لم تظهر بعد. عليك أن تبرز أدائك قبل أنك وعيك، بدون خجل تبرز وعيك، بدون أن تضع نفسك مقام هذول الأشخاص الوقحين أو الأشخاص اللي قاعدين في مذهب اللذة. أنت ما أنت قاعد تبحث عن لذتك، أنت قاعد تبحث عن وعيك. هذه النقطة لازم تسوي فيها التوازن، لا نقيس نفسنا بالأشخاص الماديين اللي في مذهب المتعة فقط، انه ايش صار عندنا يعني خطوط متقاربه معهم. تمام. طيب احنا ضل معنا دقيقتين، بتحب تختم بشيء استاذ محمد؟ لا ابدا، بس بشجع الناس دائما يقراوا الاشياء اللي بنوفرها مترجمه لهم، ويحاولوا يطبقوها في حياتهم اليوميه. اي شيء بسمعوه او بشوفوه، ممكن اللي عنده قدرة يقرأ بالإنجليزية بنصح أنه هو يفتح المواقع تبعت الكونشنتولوجي بنفسه، أو يقرأ من المراجع الكبيرة بالإنجليزي، أو يشوف على اليوتيوب، يحاول قدر الإمكان أنه هو يسمع ويطبق عشان يستفيد قدر الإمكان. تمام. أستاذ أمير، بتحب تختم؟ الله يعطيكم العافية، دائما تواجدكم ومبادرتكم معنا دائما هي اللي راح تثمر هذا المجتمع، وان شاء الله بيزيد وعي وبيزيد وصلنا لاهدافنا الحياتيه ان شاء الله. تمام. شكرا جزيلا للجميع، شكرا للاستاذ محمد، شكرا للاستاذ امير. يمكن اليوم ما لحقنا نقرا كل التعليقات، سامحونا. اوكي، ان شاء الله اليوم هيك تكونوا استفدتوا معنا، ودائما باسئلتكم ومشاركتكم نحن اكيد بنتطور اكثر. شكرا للجميع، يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم.